يا رجل يا عجيب يا عجب من عجب يا رجل من عجب يا رجل يا عجيب يا عجب يا عجيب يا عجب من عجب يا رجب ليش جرح له فيوز من زمان العجب الجنان الجنان من جنن ما حنف كل ساعة في جنان امركم شي عجب يا عجيب يا عجب من عجب يا رجل يا عجب يا عجب يا عجب يا عجب يا عجب من عجب يا راجب من عجب يا راجب يا عجب يا عجب شعبنا يا عجب اعطى صد وانتكب جرعوها العذاب واصطبر واحتسب يصلح الوضع يوم يا عجب يا راجب يوم ثاني قتالب يا عجب يا عجب يا عجب يا عجب من عجب يا راجب يا عجيب يا عجب يا عجيب يا عجب جيب سر من هنا سر بسر كيف تبصر من نفسنا دي بيبصر الله حاجة تبصر على موارد معانا موارد يا موارد هذا موارد في اليمن ما رحنا أغنياء عش من أغنياء أنا عادي حاضر حاضر أمي حاضر من أغنياء ما بيشي معك خبرانت طابح طابح قسم بني طابح والله أنت طابح لأنك مجنون أصلا مجنون يعني أنا اللي مثلي مكاني 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 مكان راقي أتزوج بيت شبكة حياة أيوة أيوة ما بيش كلك أغنياء لا تقول ليش أغنياء ما لك الشعب كله مهاجر حاط أمهم حالة يا حبيبي العالم كله عينه على اليمن ليش عيني على بيل العذاب صلاة القاطع كن اسمعني أنت الآن تحترم نفسك أنا بين أقول لك إحنا شعب غني دولتنا غنية وانت تقول لي وانت الذي ضررت بنا انت وامثالك ضررتوا بنا كلا غنية عزق حزوب فين الغنى بين اقول لك شعبنا شعب غني ليش دولته غنية معانا موارد كثيرة مالك فهم فهم معانا موارد ايش الموارد هذه معانا الموارد معانا سمك معانا بترول معانا غاز قصدك السمك اللي في التون ان احنا اغنياء اللي في التون احنا الذي في البحر معانا البحر العربي والبحر الاحمر ما لك أنا موارد خيرات المفروض إن إحنا أغنياء والله إحنا حالتنا حال رب الكعبة يا أخي أقسم بالله إن إحنا حالتنا حال لا يرثلها هي مشكلتك أنت وأمثالك الجهل أنت ماشي أنت فاهم إيش معك في اليمن قصتك بس حسك عند بطنك خلوك تفكر في بطنك بس ما خلوك تفكر في الموارد اللي معك معانا نفط معانا غاز إحنا دولة غنية بس يا أخي لا تقولش غنية لا تضيقني مش نحنا غنيين نحنا حالتنا حالة لو نحنا أغنياء على ما بتقول ما الناس هاجروا يدوروا يطلبوا الله هو بس في مشكلة مشكلة في السلك صح؟ لا المشكلة في الذي ماسكين هذه الموارد ما بيدوش للشعب منها احنا نشتي نفكر بطريقة نخلي هؤلاء الذي ماسكين الموارد يدوا لنا كيف؟ كيف يدون الله صح؟ بنقولك حالتنا مثل التناك حالتنا حولو يا اخي احنا ما نشيش نبقى عالة على المنظمة والله احنا عالة اوتوماتيك يعني ما نشيش نبقى على المنظمات كيف نخلي هؤلاء الذين ماسكين اليمن يدوا لنا كيف كيف يدونا أيوة. والله ما يدونا يا اخي لا شوف الدولة الذي جنبنا والذي قفاها بيدور المواطن من الموارد هاي الموارد تخيل الكهرباء بيدوله منها ما هو شو الذي بيسددها كامله سامحنا المياه بيدوله منها من الموارد هذا ودي قصد يعني حاجه بسيطه احنا بندفع كل شيء ولا معنا حاجه من الموارد يا عجب لازم نفكر في فكره تخليهم هؤلاء يجيبوا لنا من حقنا مش من حق ابد حقهم والله ما هو حقهم والله انه حقهم والله ما يدوننا لو تقتلوا واو طيب ايش اسالك ها. يا هبل الجهل والذي قتلك انا شو اسالك سأل. الدوله حق من لما يقولوا حق الدوله حق السعله الدوله حق من حق الناس كلهم حق الناس كلهم منو من الناس اللي انا وانت الشعب هذا الدولة مع من بيصير حقها الموارد عند من؟ هم يشوفوا هم يفعلوا جمعية بيحافظوا عليها بيفعلوا جمعية؟ أي يجمع بيجمعوها في الخارج وينطلقوا بها أيوة نحن شوف نحن مكتوب علينا نحن أي واحد عايش في اليمن للجنة قطوس ليش؟ نحن عايشين في يعني في قهر وظلم وحالتنا حالة فالله سبحانه وتعالى ما يظلمش ما يحبش الظلم كل شيء ما يحب الظلم أيوة. نحن نقول هذا شعب مظلوم يعيش في الجنة كامل بإذن الله ايش اختصر لك الكلام هذا انا خايف ندخل النار ليش بسبب سكوتنا عن الظلم الذي بيقع بنا ايك لازم نتحاكى انا شاسير ادي حطب
ولا أنت معك هذا تتصل له؟ هاي معي تلفون تصل له. تصل له قول لي جينا على الحلقة. تصل له ذاك الله. ووصل الرسالة إن الشعب اليمني هذا مع موارد لا يكون يكذبوا علينا ويقولوا إحنا فقراء والدولة إن المنظمة تشقوا علينا لا. الدولة من حقنا من البترول من الغاز. تعال تعال. تأخذ جاوبة عن جاوبة. كل شيء حقنا مش تيم والله. تعال يا حضر تعال تعال ما بغيتك تعال ها. قبل قبل معانا الموارد هذا ايش احنا ايش الموارد هذا والله موارد كيميائية فيزيائية سطحية ما شاهدنا ايش الموارد هذا ايش احنا ايش الموارد هذا بأسرع ما يمكن قبل الدنيا حامي عندنا الدنيا قاعدة وقعيد هي 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 يسمعني هبي قال باه عجل عاد شوف لانه مثقف انا اضمن انه يدي كلام صح لكن انت جاهل وامثالك ما احترم نفسك انا انك جاهل انا ضرب عليه الهرد ولا انت تحطوح جاهل انت ما في شيء السلام عليكم حياك الله يا مرحبا كيف تحضر اهلا وسهلا حياك الله كيف انت سلمت على قبل مش مشكله ايش اقول يا اخي هذا الجاهل انا خلي اسمعني لحظه انا اتكلم لان عاد معي نص عقل ايش تعرف ايش نقطه الخلاف بينكم نقطه الخلاف ان احنا كشعب يمني معنا موارد ولا لا نعم معنا الله اكبر شوف معنا انا في دال قلبي معنا موارد فين معنا الموارد النفطية الله أكبر هذا موارد سيادية تمتلكها الدولة وتوزع على الشعب والدولة حق من؟ الدولة حق الشعب هو شوف معنا موارد سيادية بالثروة السمكية كوننا نمتلك أكبر شريط صاحبي في الجزيرة العربية أكبر شريط أيوه معنا موارد نفطية معاك من يربيك كل غاز احتياطي غاز ونفط الله أكبر شفت شوف باقي معانا الموانئ معانا ميناء عدن من ثالث ميناء بالجزيرة العربية من حيث العمق الطبيعي يعني عميق أفكاره تفضل يا معانا ميناء الحديدة معانا ميناء المخاء معانا ميناء الصليف معانا ميناء أيش اسمه زيد 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 ميناء رأس عيسى أيوة معانا الميناء بالمكلا معانا موانئ كبيرة جدا معانا رأس عذر تدخل إليها أكبر السفن البحريه اليها بالاضافه ايوه قال يعني السفن يجسن بس هذه موارد سياسيه موارد سياديه للدوله باقي معنا حاجه ثانيه ايوه اللي ما حد يعرفها ايش الموارد البشريه ايش البشريه معانا اقول لكم جديده علي يعني يوردوا البشر للخارج لا معنا كادر بشري متعلم على اعلى مستوى وينهم يعمل في الطيارات وينهم يعمل في التدريس يعمل في الصناعات يشارك في قيادة السفن كادر بشري رهيب بالإضافة إلى الكادر اللي هو مغترب الله أكبر أنتوا عارفين كم مغترب يمني خارج مثلا في دول الخليج كم أكثر من 4 مليون مغترب الله بالإضافة إلى المغتربين في أمريكا بالإضافة إلى المغتربين في دول الخليج إيش يستفيد الشعب منهم تستفيد منهم أنت عندما ترسل حوالة أيوة. من المناطق الاقتراب إلى مناطق إلى اليمن الدولة بتستفيد حق العمولات. طيب هذا دخل العمولة صعبة. يا أخي نحن. تدش بالأشياء حبيبي حالتنا أنا كان عمري 30 ما قد اتزوج أنا حالتي مثل التناك كم يا عزبان عندنا الشعب كله حزب بعض أحيان إيش خارجوا نا نشي زراد نشي نعيش نشي نرتاح فين هذا الموارد وما بش منهم فائدة. احنا شي نوصل رسالة لهذا الجاهل والله ما جاهل لا جاهل والله ان انت جاهل والله لا لحظة صلوا علينا صلوا علينا يا جماعة الخير احنا لا تصب انا ليش مقهور عليك اسكت لا تصب مقهور عليك لانك اشتيك تكون متعلم مثل هذا هذا بيجي شوف على كلام بيقول فاين الصلاه انا ما عندي على اقول لك فاين الصلاه هو بس نشتي نوصل رسالة لهذا وامثاله انه الموارد هذا الذي بتجي كلها لا الدولة ام بتسي انا اقول لكم ايني معانا مثلا الموارد النفطية بسبب المشاكل والحروب والتصارع بين الأطراف النزاع في اليمن ما عقدروش الناس ما عقدرتش الدولة تصدر نفط إلى الخارج لذلك ما عبش عائدات بالعملة الصعبة ثانيا الموارد السمكية كوننا نمتلك أكبر شريط ساحلي بالجزيرة العربية أنتوا عارفين في الحديدة وفي المخا وفي في من باب المندب إلى الحديدة كم معنا مراكز زلزال سمكية كم تعلم تعلم كم معنا عندنا كم معنا لا 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 تقولش كم شوف كم اشتيت يعني معنا يعني معنا خيرات معنا قليل معنا أيوة. شفت اشتي بس ابين لك انها انا فاهم بس يا حبيبي نحن خير الكلام ما قل ودل ابي قال به شوي صلوا على رسول الله احنا اصحاب لا انا اسمعوا لا انا اسمعوا لا انا داري ماشي شباب هذا المشاكل اللي بيننا لو هدأت وصليت على النبي وانت لو سمعت كلامه يا عيب سمعت كلامه بيشن الموارد اللي معك وايش اللي تمتلكهن وايش اللي قادر تعملهن لا تعيش مرتاح أيوة. كذرب ما نرجع لك عقرب لا صل على النبي بالله.
الاكله. انتم دارين انه بسبب الصراعات هذه حقكم اللي بيننا خلت المسؤولين ياخذ الثروات وايراداتها الى جيوبهم، واحنا جالسين ما بيش ولا معنا حاجه. لذلك سدوا 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 تقاربوا بينكم بدل ما تجلسوا على الارض. لحظه صلوا على رسول الله، بس حقك تعيش يا 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 اللي ما معك لا نص عقل يا لا تخلي يا 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 اسمع 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 حسد. انا داري انه حسد لكن لحظه اهدى. فلا فلا انت فلافل 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 تعال ضرر بنا وضرر بالشعب، وهذا المشكله. مشكلتنا الجاهلين انتم مجانين. المشكله هالجاه والله ما جنت الله من تحت راسكم يا مقربطين. لحظه اشتك تحاورني بعقل لو انت فعلا واحد من المواطنين الاذكياء. يلا لكن انت جاهل. يلا المفروض تتعلم. اذا جاهلت جاهل فغلبني لانك جاهل. هو هذا لحظه 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 اهدى صلوا على رسول الله صلوا على رسول. الحين انا جاي احل بين الخلاف بينكم، انا جاي احل بين خلاف بين شعب. انتم مجانين، انت قلت نص مجنون، ما انت مجنون خالص. انا يلا المفروض الحين سدوا بينكم علشان نقدر نعصل ايراداتنا، ايرادات الشعب ترجع للشعب، يسلموا منها رواتب، يعيش المواطن مرتاح، يقدر المريض يتعالج، يقدر المسافر يسيء. هذا كل شيء في الاحلام في الاحلام في الاحلام. ما ايش في الاحلام هذا ممكن تتحقق. هذا المشكله، هذا تقدر، هذه واقع واقع وممكن لاي دوله تقدر تحققها. انا اشتكت عقل ولو حتى 5%. شوف 1%. تعرف 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 ان معنا موارد، يعني لازم نتكلم. نتكلم الذي عندك والذي عندي، لازم نتكلم كلنا ونقع كلمه واحده ونقول فين موارد الشعب؟ بس فين موارد الدوله؟ ليش ما يدولنا؟ ليش ما والله لا بس 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 صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله. اخي ما عاد يشرح الحلقه هذه خلاص لا نصورها. لا شيء قسما بالله يا جماعه الخير اهدوه، هذا المشاكل جالسه بيننا. لس لس يا ملصص كيف هيس على وش مع بالدي بالدي لا تشايلونيش ولا تجبروني. هو بسبب امثالك بسبب الجهل. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. شعب اليمن كم جعجعوا كم جعجعوا بين المصايب فلته ليش فلته. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. ليش اليمن شعبه فقير شعبه فقير متحمل العبء الثقيل عبء الثقيل. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. ليش حالته متراديه متراديه وانا بلادي نفطيه اي نفطية. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. شعب اليمن يشتي يعيش يشتي يعيش يشتي قروشين القروشين القروش. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. كل الدول في عافية متعافية وانا بلادي ثانية ليش ثانية. في هالمحن متوالية متوالية من هاوية لهاوية لهاوية. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. أوضاعنا غوجانية غوجانية وكل سع في داوية في داوية. البعض يقرطها قريط يقرط قريط وإحنا البطون الخاوية الخاوية. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. يا رب عجل بالسلامين السلام ننسى العداوة والخصامين السلام. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. يا غارتا يا دولتا يا غارتا يا غارتا غيروا على هذا الوطن يا ناس يكفينا محن يكفي محن. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. نشتي تعود دولة نظام للكل يجمعها الوئام كفي صراع كفي فتن نشتي سلم يا بو يمن يا بو يمن. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. يا بقرة صبي لبن صبي لبن لا تحرمي شعب اليمن شعب اليمن. شعبنا يا عجب اعطى
حصد وانتكب جرعوا هالعذاب واصطبر واحتسب يصلح الوضع يوم يا عجب يا راجب يوم ثاني قتالب يا عجيبي عجب يا عجيبي عجب من عجب يا راجب من عجب يا راجب يا عجيبي عجب يا عجيبي